بسم الله الرحمن الرحيم. يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 16 لمجلس الأمة، وذلك في تمام الساعة 11 من صباح اليوم الثلاثاء 20 من ربيع الأول لعام 1443 للهجرة، الموافق 26 من أكتوبر لعام 2021 ميلادية بمبنى مجلس الأمة.